يعني مستفيدين. هيكون التعاون ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على نطاق أكبر. مظبوط. طب اللي حضرتك بتقوليه ده معناه اهتمام كبير جدا من الدولة ومن التحالف طبعا ومن حضرتك على يعني القوة البشرية. القوة البشرية في اهتمام كبير من القيادة السياسية الحقيقة فوق الخيال، وده يمكن برضو ما كانش موجود في يعني ما كانش موجود زمان. 63% من الشعب المصري شباب، إذا نحن دولة شابة، وده هينقلني لنقطة التطوع. التطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شيء مبهر، شباب وبنات مصر حاجة فعلا تشرف. حضرتك شايفة قصة التطوع ازاي؟ العمل التطوعي بشكل عام، كل هؤلاء الشباب والبنات اللي بيقسموا وقتهم ما بين الدراسة والشغل وما بين التطوع وما بين بيوتهم وكل يعني ده على أولوياتهم، حضرتك شايفة ده ازاي؟ نطوره ازاي؟ نعرف الناس بازاي؟ طيب، في البداية لازم أقول إنه دايما السيد الرئيس بيتكلم على القوة البشرية، إنه مصر قوية بولادها. والحقيقة إنه اهتمام القيادة السياسية بالشباب كان واضح جليا. أول مرة نشوف منتديات لشباب صحيح. العالم، أول مرة نشوف نواب محافظين من الشباب، أول مرة نشوف شباب في البرلمان من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. فإذا اهتمام الدولة بالشباب كان واضح جليا. تمام. مرحلة التطوع أو الشريحة اللي داخلة في التطوع مع مؤسسات المجتمع الأهلي دي بقى شريحة جديدة جدا، وشريحة الحقيقة في التحالف ناويين إن احنا نبني عليها، لأن احنا عندنا في التحالف تقريبا أكثر من 40,000 متطوع. هذه التجربة الشابة بالتأكيد يعني عايزة أقول بتدينا يعني جرس يعني مهم جدا في إزاي إن إحنا نعمل أسسمنت للشباب دول. تمام. خلي بالك إنه دايما السيد الرئيس بيتكلم عن بناء الإنسان. بناء الإنسان صحيح. لما المتطوع ده بيحس إن هو بيبني داخل بلده، إن هو بيساعد أهله، إن هو بيشارك في عمل تنموي اجتماعي، إن هو مكرس كل جهوده بس علشان يوري للمواطن البسيط من الفئات الأولى بالرعاية إن هو موجود عشان يسنده. كل هذه الرسائل مهمة جدا في الوقت ده، إحنا بنمر بأزمات وبنمر بتحديات كبيرة جدا جدا. إنما شباب المتطوعين، والحقيقة اللي أنا بحييهم وكنت الحقيقة مشاركة في تكريمهم خاصة مع مؤسسة حياة كريمة بعد قوافل غزة، وانا عارفة ان احنا هنتطرق لهذا الموضوع. شباب الحقيقة يعني اخذ على عاتقه موضوع التطوع، طور من ذاته، عارف ازاي يبني نفسه، اخذ خبرة كبيرة جدا. احنا لقينا كثير من الشباب الحقيقة بعد اعلان التحالف كلهم عايزين يتطوعوا، كلهم عايزين ان هم يشاركوا في هذه تشجعوا. طبعا طبعا، لانه على فكره انا مش بتكلم عن شباب بس ولاد، انما كمان ايضا من الفتيات اللي بصراحه انا اعجبت جدا بشجاعتهم ان هم عاوزين ينزلوا في القرى وفي النجوع وفي المراكز وحتى على معبر رفح، ازاي ان هم يقدروا يساعدوا. هذه الطاقه البشريه بالتاكيد دي اضافه كبيره جدا، وهي الحقيقه التحالف بيقوم كمان على مفهوم التطوع، ازاي ان احنا نقدر ان احنا نساعد غيرنا. فأنا شايفة أنها تجربة فريدة، شايفة أن احنا هنبني على الخبرة اللي حصلت، نقدر أن احنا نبني كوادر كمان جديدة جدا جدا في مفهوم التطوع. مش بس كده، في المدارس نبتدي نعرف الولاد الصغيرين بمفهوم التطوع، لأن مهم انت مهم بتبني جدا. أجيال جديدة جدا ما يعرفوش يعني إيه أن أنا أخدم أو أن أنا أشارك في عمل تنموي. فهذا الملف بالتأكيد على يعني ملفات التحالف، ازاي ان احنا نقدر نطوره، وازاي ان احنا ايضا نعمل له تقييم على الفترة اللي فاتت ونطوره ان شاء الله.